البطولة و ناصر الغانم. ناصر وصلاح يتقدم وعادل عباس وتلعب الكرة وصلاح جول. الله يا وائل، الله يا وائل، يا سلام عليك يا وائل يا سلمان. الله، كرة خطرة ولا تضيع، وفعلا ما تضيع ويسجل. برافو يا ناصر، واحلى منك يا وائل ما صاد محمود. راح تشوف لي عادل صعبة. عادل على أسامة، يرجع مرة ثانية على أسامة، عدي ويلعب له كرة عرضية. باسل، باسل، باسل على طول طلعها وكملها أسامة حسين. كانت كرة خطرة، كانت كرة خطرة على طول تلعب كرة، كانت خطرة وطلعها باسل عبد النبي. وليد نصار، ناصر الغانم يلعبها خلفية إلى عادل عباس. الله، حلوة يا عادل، حلوة 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 يا عادل، أحلى من حارس المرمى محمود سلطان يطلع. ناصر عدي، ناصر يلعبها ناحية صلاح الحساوي. حلوة على صلاح، حلوة، الله حلوة، لعبها لك يا صلاح. اللعب طويلة، عادل عباس ترجع مرة ثانية وشايتها قوية، لكن ايد سمير سعيد. عادل يلعبها كرة حلوة ما فيها شيء، وناصر الغانم. الله، برا كورنر. يلعبها توصل اللعب على طول، خطرة تطلع وشايتها عند مؤيد الحداد. مؤيد في فاول، فاول فاول فعلا. صفر صفر، ما نبي كان عندهم امكانيات يعني هذا المستوى الطبيعي للكويت. طب بدنا زي سون نيفو فوتبول، فوتبول ايه نيفو فوتبول، هذا هو المستوى الطبيعي للكره.